وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ينضم إلينا من العاصمة البريطانية لندن المحلل السياسي سامر خليوي. أهلا بك سيد سامر، كيف تقرأ الدعوات الغربية لاستئناف المفاوضات بشأن سوريا؟ نعم، يعني قد يكون هناك جدية الآن حقيقية من قبل الدول الغربية والولايات المتحدة للوصول إلى حل بسوريا وإنهاء هذا الصراع الطويل، ولكن هذا سابقا لأوانه. قد تكون هناك رسائل، مجرد رسائل يراد منها إيصالها لأطراف أخرى، وقد يكون كما قلنا هناك بداية جدية للوصول إلى حل. هذا الكلام طبعا سابق لأوانه ولا نستطيع أن نحكم منذ الآن، علينا أن نتريث لنرى ماذا سوف تترجمها، إذا كانت ستترجم هذه الأقوال إلى أفعال أم ستبقى مثل غيرها مجرد أقوال لا تفيد ولا تقدم ولا تؤخر. نعم سيد سامر، هناك دعوة من تركيا وروسيا وإيران لمؤتمر مانحي سوريا، هل هناك رسائل سياسية ما خلف هذه الدعوة؟ يعني نعم، أنا أعتقد أنه ليست من باب الإعمار، لأنه لا يمكن أن تتم إعادة إعمار في أي منطقة إذا لم يكن هناك استقرار سياسي واستقرار أمني وعودة المهجرين وكثير من موافقة إقليمية ودولية على ذلك وتوفير الدعم. كل هذه الظروف ليست متوفرة الآن، وحتى هذه الدول التي تريد أن تدعو لعقد هذا اللقاء من أجل إعادة إعمار أو غير ذلك، هم يعلمون قبل غيرهم أنهم لا يستطيعوا أن يفعلوا شيء دون موافقة الولايات المتحدة والدول الأخرى الشريكة معها. وكما قلنا قد يكون من باب أيضا إيصال رسائل إلى الأطراف الأخرى أنه نحن أيضا نستطيع أن نفعل شيء ونستطيع أن نقوم بشيء بمعزل عنكم. كما قلت أنا، قد تكون هناك رسائل متبادلة، ولكن بالمحصلة لا يمكن أن يتم شيء من دون موافقة الولايات المتحدة والدول الغربية. نعم، يعني برأيك ما الذي يدفع روسيا لتقديم تنازلات وهي الآن في يعني موضع عسكري متقدم نسبيا؟ نعم، يعني في المحصلة روسيا حاولت عدة مرات أن تترجم انتصارها العسكري بين قوسين طبعا إلى انتصار سياسي وفرض حد سياسي، ولكنها كانت دائما تصطدم بعقبات كثيرة منها العقبة الأمريكية والغربية، وهي تعلم تماما أنها لا تستطيع أن تفرض حل دون موافقة تلك الدول. اليوم كانت هناك تصريحات ملفتة لروسيا عندما أعلنت أن الولايات المتحدة هي باقية في الأراضي السورية وهي تحافظ على مناطقها بسوريا. روسيا أيضا لا تستطيع أن تجابه الولايات المتحدة والدول الغربية، فمن هنا كل ما تقوم به روسيا هو لا قيمة له ولا أهمية إذا لم يتم التوافق عليه والموافقة عليه من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية. نعم، برأيك ما الذي تستطيع فعله الجمعية العمومية للأمم المتحدة لسوريا بعد فشل مجلس الأمن؟ نعم، هذا حقيقة سؤال هام للغاية. الكل يعلم أن مجلس الأمن عاجز ومشلول ولا يستطيع أن يفعل شيء، ومن يذهب إلى هناك يذهب من أجل رفع العتب ليس إلا. إذا أرادت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة حتى لا تلام وتقول أنها تصرفت بشكل بعيدا عن مجلس الأمن ودون موافقة الأمم المتحدة، نتذكر ما حصل في كوريا عام 1950 عندما كان الاتحاد السوفيتي دائما يستخدم حق النقض الفيتو ويعطل إصدار القرارات داخل مجلس الأمن. توجهت الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة وإلى القرار الاتحاد من أجل السلم العالمي، واستصدرت قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة وذهبت إلى الحرب بهذا القرار. هذا أنا أعتقد إذا أرادت الولايات المتحدة والدول الغربية أن تتصرف من خلال الشرعية الدولية وبقرار دولي وتدخل مشروع، تستطيع أن تذهب إلى الجمعية العامة المتحدة كما قلت الاتحاد من أجل السلم العالمي وتستصدر نفس القرار الذي صدر في الحرب الكورية وتدخل في الحرب بشكل شرعي، هذا إن أرادت بشكل جدي. ولكن دعني أقول أنه هي لا تحتاج إلى كل ذلك، لو كانت هناك إرادة حقيقية وجدية لدى الولايات المتحدة والدول الغربية لا
روسيا ولا استجابت، لأنه إما بالترغيب أو بالترهيب، لأن روسيا لا تستطيع بأي شكل من الأشكال أن تجابه الولايات المتحدة والدول الغربية. من هنا إلى الآن لا توجد رغبة حقيقية لتلك الدول من أجل عمل ما أو نعم، يعني وهناك انتهاكات كثيرة يمكن، يعني وهناك أدلة على تورط النظام بجرائم حرب واستخدام للأسلحة الكيماوية. من هذا المنطلق ربما يعني تستطيع الولايات المتحدة التدخل، طبعا كما أشرت إذا كان هناك إرادة سياسية من لندن. المحلل السياسي سامر خليوي، شكرا جزيلا لك.